الأخوات الكرام، إننا اليوم نشهد مرحلة جديدة وهامة في تاريخ الجزائر، ونقلة نوعية في تجديد عهدنا بوطننا. نعيش بين عهدين، عهد قديم مضى، ولكن للأسف كان كارثيا بكل امتياز، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وجميعكم يعرف ذلك بدون تفاصيل. وعهد جديد، ربما هذا العهد الذي سندخله في هذه الأيام سيكون مرحلة جديدة وهامة، ربما سيغير الكثير، والذي نأمل فيه الخير لبلدنا. وبفضل سياسة وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أعطى فرصة للشباب للمشاركة والدخول في هذا المعترك السياسي، ستكون فرصة للتغيير ولتجديد المفاهيم والذهنيات والاتجاه نحو الأحسن بحول الله. أيها الإخوة الكرام، بكم أنتم سنفعل الكثير، ونحن بكم وبتشجيعكم والوقوف معنا سنسعى لتحقيق ما نصب إليه، ونتحدى المستحيل، ونخترق كل الممهلات التي توضع في طريقنا، ونصل إلى طريق النجاة.